نعم ولدي. 18 عام ما شتيش ولدي. 18 عام. 18 عام. احساس الام ما ساهلاش. 18 عام. يعني الطرف ديال الكبده ديالك ما شتيش 18 عام. 18 عام ولدي ما شتوش. راه ربي اللي عالم عليا كيوصل الكثار كيوصل العيد ونتلاقاو كاع هكا كنجمعو كتبان لي بلاصتو. حيت هو زعما في وسط خوتو راه الكبده ما خصها حتى واحد ينقص. في الكبده ديالها كتبغي كلهم مجموعين. الا خص غير واحد راه كتبقى تحرق. وكنمشي نسبقه هو الاول وندي ليه هو باش غادي يعيد هو الاول باش ما يحس بالنقص. واخا ما معاناش كنسبق ليه هو باش غيعيد وكل شيء عاد نجي انا للدار وهكاك ما غنرتاحش. حاجة ولدي كان بطل كبير مثل المغرب ميداليات شنو وقع عليه تكي حتى هادشي كله ولدي هادشي ولدي وقع عليه البدايه ديالو من الحرس الملكي ديك الساعه عيطوا ليه ما عرفتش بينه وبين شي حد تما ما بغاش يقول ليا هو جا من ميريكان كديك الساعه وقع عليه المشكل ملي جا من ميريكان قال لك تناقش مع شي واحد في الطياره نادو صيفطوا واحد صيفطوا كتبوا للجنرال ديالو هشام دافز هشام دار هشام فعل صافي هي هذيك كيدخل ويخرج النهار اللي عيطوا ليه لبس الحوايج غادي يديوه قال لك غيمشي ما عرفتي يمكن غادي يمشي بلاصه شي فيها شي حبس ويخرج هو خاف هو داك الخوف اللي جاه ما بغاش يمشي جاو لعندو الناس اللي عاوتاني كملوا شرجوه راه الا دخلتي للحراس راه غيهرسوك من رجلين راه غادي يعذبوك غيفعلوك غيتركوك تركبوا فيه داك الخوف وداك الرعب وما قدرش يدخل خاف انا كنمشي للحراس هذوك الناس كيحلفوا لك يقول لك راه حتى واحد ما غياديه غير يدخل كان جي لعنده هو كيقول لك لا امي انا قال لك ما يمكن لياش ها أه؟ خاف على المستقبل ديالو خاف ايوا هي هذيك مشى هو طلع للجامعه عيطوا ليه الجامعه قال ليه واحد الشك ديالك دخل دخل الجامعه باش يهز فلوسو داك الشك اللي دخل ليه داو ليه الطوموبيل حيت هو هرب وخلى الطوموبيل الطوموبيل غير ديال باه داوه ليه الحرس هذه الطوموبيل ديال باه اللي داو ديك الطوموبيل والطوموبيل ديال باه وخاف ثاني من باه وعييت انا كنجري تما وجالسه سيمانه وانا جالسه عند اختي تما راه ساكنه حدا الاذاعه في زنقه مولاي عبد العزيز راه قريبه للتوارقه وكنمشي للحرس الملكي كل صباح غير نفطر عند اختي كنمشي لعندها النهار كامل كنضل تما في الحرس غير باش نخرج الطوموبيل قبل ما يسيق باه الخبر ثاني يزيد لا مشكل على مشكل باه هذيك الساعه كان فرنسا الله يرحمه كانت سنه كانت سيتعي قال لك لا يسلم هشام راسه ونعطيوك الطوموبيل الطوموبيل ديال السيفيل ما عندها حتى مدخله ما عندها حتى علاقه مع هشام اه كون كان الطوموبيل ديالو واخا ولكن ماشي ديالو انا داروا لي المشكل بقيت ولدي هكاك بقيت هكاك شهر ولا شهرين صافي في الاخر راجلي وصلوا الخبر ناضجه باقي هو خدام اليوم ما عندوش الكونجي ديالو وجع على ود الطوموبيل وشد المحامي هذه في العسكريه ديال على حساب العسكر عاد باش عطوه الطوموبيل قالوا لي هالطوموبيل هذه ما عندها حتى مدخله مع هشام هو عسكري والطوموبيل ديال السيفيل واحد ديال السيفيل ديال بوا ما عندكمش الحق عاد داو الطوموبيل عطاوها ليه خرج هذيك هي فاش كمل القضيه مشى دخل لفرنسا فاش غيجيه المشكل جاه المشكل ثاني اكثر من هذا اللي هنا كون بقى هنايا راه دابا كيقول كون قال لك مكتب عليا هذا الحبس الطويل انا قال كون قال لك ديك الساعه ما تسرعت وقال لك زعما درت الراي ديالك امي وكان ديك الساعه زاد عليا الخوف وما كان اللي يشجعني يقول لي ادخل ما كان غير اللي يزيد ليا كون دخل ديك الساعه قال لك انا ندوز الشهر ديال الحبس في العسكر احسن ليا ولكن هذا مكتب عليا وصلت تما ثاني يا ولدي اللي دابا مراته انا دابا ربي كيشهد عليها هذا الشيء اللي قالت لي مراته في التليفون هو اللي غنقول لك دابا مراته عيطات لي في التليفون قالت لي خالتي فاطمه انا عارفه هذا اللي دار لي مصيده لهشام انا عارفه راه ساكن معنا في العماره ديالنا كيقول ليه الغالي هاد السميه اللي قالت لي ما قالتليش الكنيه قال لك هو عنده العصابه ديالو تما مكونهم هو اللي كيعطيهم الاوامر هشام ديك الساعه انا عيط هنا عيط لي عيط للجامعه بعدا السيده اللي مقابله تما في الجامعه الوراق ديالهم وداك الشيء بلا راني عارفه السميه غير بلا ما نسميها قال لي اختي واحد الشك راه دخلت تما عافاك قالت لي واخا الشك الاولي فيه 5 دلمين داوه الحرس باش ديك الساعه يسلم راسه ويدخل فاش كان ديك الساعه كيهرب منهم راه باقي لدابا الشك الاخر اللي فيه نقول لك يمكن فيه 2 دلمين يمكن شي حاجه هو نصوا لي داك الشيء بعدا 2 دلمين كاينه انا اللي مشيت انا وباه الله يرحمه حتى الجامعه وجبناه عيط لي في التليفون قال لك امي سيري قال لك جيبي لي الشك وصيفطيه لي غدا في البوسطه صيفطوا ليها ولدي غد لي في البوسطه وصلت تما هذاك السيد كيتلاقى غير في الدروج
ولدي طالع وهذاك الاخر هابط. هادشي قالك اللي لقاني انا وياه، عمرني قالك ما قصتولا عرفت قالك اش كيدور في راسو. قال لي هشام ملك زرباه اليوم شتك مشيتي كتجري. قال لي اخويا غير واحد الشاك صيفطاتو لي الوالده، انا غادي ندير العرس في فرنسا شهر جوج غندير العرس، وراني عرضت على العائله وحضرني تبا الله يرحمه تما فاش دار ضرب الصداق وحضرت العائله كلها تما. بقيت انا واختو اللي في النرويج قالك حتى لشهر جوج باش يوجد يصيفط لينا البرجمه ونمشيو. هي هذيك اولدي. الاخر سمع الفلوس قال لي الله يعطيك الصحه هشام، انا راه شريت الطوموبيل ما عندي باش غنكملها، سلفني دوك الفلوس. قال لي هشام ودي انا شهر جوج كنوجد ندير العرس. قال لي ما تجي فين توجد انت تنوجد لك فلوسك. وجد لي مصيده. دابا هاد الهضره قالتها لي مراته في التليفون، ماشي زعما وربي شاهد عليا. عطاها سيدي الفلوس مشى يلاه يلاه بقى شويه بدا كيخطط ليه. واحد النهار تلاقى ثاني في الباب د العماره قال لي هشام عجبني هاد التريكو ديالك حيدو ولدي عطاه ليه. مره اخرى ثاني قال لي عجبتني الكاسكيطه، هاد الدليل دابا باش غادي يحط هاد الدليل مع صحابه باش نهار يوقع شي مشكل غيحط لهم الدليل يقول لهم ها هو معنا هشام. النهار اللي وقع نيت المشكل هذوك الحوايج اللي حط اللي عطى لصحابه قال لهم راه قولوا معنا هشام. هشام ولدي ما عمر في حياته ناض قتال ما كان شفر، كون هشام غيشفر ولا غيقتل راه في المغرب هنا كان غادي يبدا يشفر هنا ما يدخلش الحرس ما يدخلش. قال كيما قال لي هو امي قال لك راه الريه ديالك كترتق في التيران باش عاد قال لك انا نطلع ديك الرياض المغرب وما كان رضاش. راه هو جراف نقول لك في الجابون ولا بعدا هكا في شي يمكن الجابونيه كان عقلي صحيح جرا وراه استقبلهم سيدنا الله يرحمه حسن الثاني استقبلهم في المطار دسلا بلا كليك وفرحان. علاش؟ طلع الرياض المغرب شاف الرياض المغرب طلعات وفرح وتلقى ليهم. وراه غير تصور عداهم مني شحال هي الصحافه راه تصوره ما ردوها ليا، ما راه عندي تصور ديال الحسن الثاني وعندي ديال فين ما كان جرى ولكن يخواو لي الباليزه كلها اللي داش الصور ما كيردها ليش. بقاو عندي غير شي حاجه دابا راه نوري لك. جرى ثاني في اليونان طلع ثاني الرياض المغرب راه عندي التصويره ديالها راه هز الرياض المغرب وفي واحد النفخه ما كيرضاش. اختي جرات معاه حاده جرات معاه فاس وما عرفتها شنو وقع ليها بدات كتبكي. قال ليها لا كسكيت الترقي الريه ديالك في التير مكتريني ماشي دابا عاد تبكي. هي هذيك ولدي. الاخر دا منه نرجع لهذا الاخر دا منه الحوايج بدا كيخطط لي. نهار مات جدارمي قال لهم قولوا راه معنا هشام. النهار اللي جاوا هنايا الناس اللي غيديروا ليه يديروا تحليلات لذاك الشعر اللي لقاو في ذوك الحوايج حيت الاخرين قال لهم راه ديال هشام. هما خاصهم يثبتوا هذوك الناس ما كيظلموا حد راه كيثبتوا. جاوا لعند هشام السلا كان ديك الساعه في الزاكي قطعوا لي شويه ديال الشعر من القصه. هو كيعاود ليا ملي مشيت لعندو للزياره لا هو سلم راسو لا هو اللي سلم راسو هو اللي سلم راسو دخل هنايا قال لك دخلت لبلادي ودخلت قال لك حدا سيدنا ودخلت زعما حدا الناس راه عارفيني عارفين القصه ديالي عارفيني زعما انا هذا الشيء اللي دار ليا غير شي مصيده دارت لي انا مظلوم. ما عمرني انا في حياتي غادي نقتل انا حتى فرخه في الطريق ما نقتلهاش. هي هذيك ولدي سلم راسو ولدي المغرب سلم راسو المغرب. انا النهار اللي مشيت عيط لي باه الله يرحمه في التليفون ديك الساعه باقي في فرنسا ماشي التقاعد قال لك راه هشام راه دخل المغرب قلبي عليه. مشيت لهنا الكوميساريه دخلت للكوميسار قال لك هشام عندنا خبرتي لهشام. قلت ليه الله يرحم والديكم دابا الا دخل شي واحد من على برا راه انتم كيكون عندكم المعلومات انتم الاولين البوليس ولا الجدارميه. قال لك ما عندنا حنا حتى معلومات شي الجدارميه حيت حنا العروبيه قلنا محسوبين على الجدارميه. قال لك ما عندنا حتى علم على هذا الولد. طلعت للحرس الملكي دوزت ثاني كون ولدي شي 10 ايام وانا جالسه تما عند اختي راه ساكنه قلت لك في هذه الصنقه ديال مولاي عبد العزيز حدا الاذاعه غير كيصبح الحال ونمشي حتى ليطا ماجور ونهار كامل كنبكي تما. قالوا لي ولدك ما كاينش هنا كاع في المغرب. اش قلت انا؟ قلت انا يمكن ولدي تقتل. ملي دخل ولدي لداخل المغرب وما بان لي حتى في شي بلاصه يمكن راه مات. بديت كنبكي نمشي عاوتاني لغد اليوم رجعت نقول لها ولدي الله يجازيك بخير راه عندك امك راه غتحسب الكبده راه غتحسب الكبده راه كبتي كتحرق ولدي غنعرفو واش حي غير عرفو راه دخل بلادو حي الله يهنيه يدوز لي مكتب عليه تيخرج. ونكحز حدا واحد الشجره تما بعيده على ليطا ماجور تما كنمشي نقلب يلاه يلاه ونبكي تنشبع. واحد السيد مسكين دار فيه ربي الرحيمه ما عرفتوش والله ما عرفتو لا في السميه ولا جا لعندي قال لي الوالده اش كيجيك هذا الولد؟ قلت له ولدي راه ولدي راه ولد كبدتي واش عندك ولدي وليداتك غتحس بهم غتحس بالكبده ديال الام راه كتحرق. قلت له راه ولدي راه دابا هو راه با عيط له في التليفون قال لي هشام راه دخل المغرب. هشام دابا ما لقات لي حتى اثر. مشيت للكوميسار قال لك ما عندنا العلم ديالو ما تخبر ما عندنا. مشيت للجدارمي قال لك ما عندنا الخبر ديالو. مشيت
لي طماجور اللي محسوب على العسكر، وقلت هو هو عسكري غادي يكون محسوب عليهم. قالوا لك ما عندناش هذا الولد. مشيت واحد الحبس تا كيقول لي الكاليزه في الرباط، وما عارفاش تربط مزيان اختي اللي عايشه تما ساكنه هي وبنتها، هما اللي كيديوني مره الطوبيس مره الطاكسي كندور. تا وليت حفظت ولدي الرباط كله على مشاكل هشام الاداره اللي عمري ما عرفت، وليت كنمشي لها برجليه. صافي قال لي داك السيد قال لي شنو شنو الوالده هشام انا راه عندي وليداتي. قلت له ولدي عطيتك عهد الله على ولدي غنأديك بشي حاجه خايبه، راه بحالكم بحال ولادي. قال لك راه هشام راه هنا على خير وبخير، راه داخل مع هاد الناس، راه القبطانات وليت نطرى مهليون فيه. ها اللي جايب ليه التسبيح بالهضره ديالو، قال لك ها اللي جايب ليه، قال لك صلى يا ها اللي مدخل ليه قرعه المناظر، قال لك راه دوك الناس مهلين فيه. قلت له الله يكثر خيرهم، هذا الشيء اللي بغيت نسمع. عاد ولدي هبطت الرحمه في قلبي ورجعت هكاك عند اختي وبقيت كنبكي. النهار اللي غادي يخرج هشام عاود ثاني جا شي حد ثاني قال لك اودي راه هشام غادي يخرج من لي طماجور، ولكن ما عرفنا فين غيمشي. صافي دابا ما بقاش غيتحسب على العسكر، ما عرفت فين غيمشي. المهم الصباح صباح الحال خرج ثاني انا واختي، داتني ثاني لواحد الكوميساري حدا المرشد النوار، تما مشينا ثاني سبقنا هذيك سبقنا هذيك. قالوا لي وين يجيب ربي يا ولدي غير ولاد الناس بحال وجهكم، ديما الحمد لله ربي كيلاقيني مع الناس المزيانين الله يكثر خيركم بحال وجهكم. هاد السيد خدام في الكوميساريه هو ولد جيراننا ملي كنت ساكنه في المدينه، جا خرج مسكين اللي عندي قال لي انا بنت فلان تا واش ما عرفتيني. قلت له ولدي والله ما عقلت قوت مشاكل وهشام وهاد الغداد اللي جاوني كبار، راني ما بقيت كنعقل. لاباس اللي تبت راسي وكانت مشاكة وكنقلب على ولدي. قال لي يا هشام هو معنا هنايا، ولكني غتبتي راسك حنا غنخرجوه تشوفيه، ولكني عافاك لعتك سر ديري شي مشكل ولا شي حاجه ولا شي حاجه يسخف هو يطيح ولدي. قلت له ولدي ما ندير حتى حاجه. قال لك ما تبكي قدامي ما والو. قلت له واخا انا غادي نرقبها ولدي. خرج خرجوه لعندي دخلوا للكوميسير الله يكثر خيرهم، شفتو ولكني انا اللي طحت ولدي. ملي شفت ولدي في ديك الحاله شفتو جاي مكرفص ودوك الغداد اللي وقعوا ليه ولا تشوط ولا ما كيحسن ما والو حالتو حاله، وليت كنبكي انا في بلاصتو حتى وليت طحت. كانت معايا بنت اختي زاد قرعه الماء كتكبها عليا. صافي هي ديك خرجت ولدي صافي من تما وانا متبعه ما في الرباط في المحكمه الابتدائيه الله يلا طردو ثاني المحكمه الاخرى جنيت في حي الرياض ثاني عاوتاني تبعتو تما. صافي ربع سنين هو في الحكم، ربع سنين عاد 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 دوزو الحكم ديالو عاد تحكم. هبطوه للسلع هبطوه للزاكي، ايوا هذيك ثاني في الزاكي وار المعاناه ثاني ديال الكفاف. وانا كانت تقاتلو غير حاده بنتي غطيتها برضه وفرشتها برضه الله يصلح ليها وليداتها وليدات المسلمين جميعا. ويطلق سراح كل مسجون كل مسجون ولدي الله يطلق سراحو. جيت ثاني بالكفاف يلاه 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 يلاه. كان ديك الساعه باقا في صحتي ماشي بحال دابا. تحكم ديك الساعه تحكم صافي دوز ربع سنين عند القاضي التحقيق عاد ولاو حكموا 25 عام حكموا ب 30 30 اللي استنفها حيدوا بقات لي 25 25 وانا ديك الساعه يلاه 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 ها هو في القنيطره ها هو داوه الفاس غير فاس ولدي. ملي دخلوا الفاس كان شت تما ثلاثه الطاكسيات كلاني المركوب حيد لي الجلده وخلي الكفاف. كان شت الطاكسي من مكناس كان مات مات ووجدنا ولدي الوراق قال لك زعما غادي يخرجوه دوك الناس يجي يحضر ليه في الدفين. ووجدنا الوراق نضخو هذا دابا اللي تلقى لكم في الطريق دخلكم ما دارش في الدوسي ما كملش الدوسي دار ليه فوتوكوبي د لاكارت ديالو حيت بينا هو اللي كيضمنو. ملي وصل الدوسي تما الوراق قلبهم قال لي اودي هشام راه ما عندكش فوتوكوبي ديال خوك اللي غيضمنك راه ما كايناش. صافي ايوا كانت حالته حاله كانت حالته حاله ويبكي وانا نبكي. قال لك امي ما تبا وانا ما شفتوش بقيتي ليا انت يا امي اللي متي عاوتاني انا غنقتل راسي هنا في الحبس. النهار اللي فتحت ولدي في السبيطار ثاني راه عامين هادي باش فتحت حيت المراره زادت ليا تي المشكل ديالها حتى هي على ركابي. انا عندي القروش لدابا القروش ديال عمرها تكل دوك قوه الكفاف وديك التمر اللي دازت عليا ودوك المحين ومتبع عند واحد طبيب هنا عمرو ما كيقول لي عندك الروماتيزم في الدم. انا ما عنديش الروماتيزم في الدم كندير تحليلات الحمد لله كيخرجوا مزيانين. نهار مشيت لعند بنتي مشيت لعندها من نهار هشام تزوج خليت المراه ودرنا لها المصروف ديال هشام. لا تزوج ولدي هنايا هاد الاخرى الاخرى ايه خداتو في الحبس ايه خداتو في الحبس هذه اللي هو مين خديجه بنته راه تبارك الله واحد البنيه ما شاء الله. ها دابا راه يمكن تكون عندها 8 سنين الا كان عقلي ينفعني تكون يمكن 8 سنين. كتشوف مسكينه؟ لا عمرها عمرها ما شافته.
من اللي كانت امها هنايا كان جابتها لي مره واحده، عيط لها في التليفون جابتها لي، تلقاتها لي في الباب ديال الزاكي، دخلتها شافتها. واش غنقول لك اولدي ملي خرجت ثاني وبكتني ديك البنت كتقول لي يا بابا واش ما تخرج معانا يا بابا، خرج معانا يا بابا. قالت البنت كتقول لها بنتي راه باباك هو غيخرج ان شاء الله، وتقول لي يمكن سمعت هاد الهضره من امها. قالت لي واش بابا واش انت مع البوليس؟ بابا واش ما خلوكش البوليس تخرج؟ قال لي لا بنتي لا انا غادي نخرج غادي نخرج. خرجت ديك البنت كتبكي تقطعت في قلبنا، بكيتها شبعت، ديتها انا وولديني توصلناها حتى للدار عند جداتها حطيناها ورجعنا. دابا من ديك الساعه عمرني ما شفتها، كنقول نمشي لعندها ولكن يغلب عليا الحال ولدي، خصني البنت نمشي لعندها، خصني نكسيها وخصني نتهلا فيها حتى هي ولكن يغلب عليا الحال. كان دي دابا الهشام اللي قسم الله كان ضروري خصني من شهر لشهر، كنت كنمشي في الاول فاش بدا المشكل كنمشي كل سيمانه كل سيمانه كنمشي. ديك الساعه يلاه بداني المشكل وباقا شويه بصحتي باقا فيا شويه الجهد كنمشي كل سيمانه. وليت ولدي رديت على 15 يوم، من 15 ما ولدي ثاني عيات ثاني وليت رديت على 20 يوم، 20 يوم ثاني توصل طرجع من فاس وسلام القنيطره وسلام الزاكي ورجع لفاس بوركايز. قلت لي كنشد الطاكسي ثلاثة د المرات في الطاكسي، كنشد بعدا الطاكسي من هنا حتى لمكنس ونشد الاخرى ديال مكنس اللي غتدخلني لفاس، وديال فاس ثاني اللي غتخرجني لبرا ثاني لواحد البلاصه خرجت ثاني من هذاك اللي في وسط فاس عين قادوس، عاوتاني ردوه لواحد الحبس كيقول ليه بوركايز راه في العروبيه برا فاس. تما كنشد ثاني الطاكسي، ثلاثه الطاكسيات عندي حتى كنجي يا ولدي، كنجي يا ولدي راه عرفتي راه النعاس. واحد المره داني نعاس في الطاكسي حتى في الدار عندي، درت هكا وانا نقول لمول الطاكسي الله يرحم والديك راني فوتاني للدار، ما كنزل غير هنا في الطريق. قال لك وعلميني، عييت ما كنشيت ولدي في الليل كله نطيبو ونطلع عندي السبت بعدا كنطلع نتقضى لي السبت والاثنين والحد نطيب معايا عروسي كتعاوني الله يرضي عليها، والاثنين نصب على دوك الكفاف نوصلهم ليه، مره ندي معايا خوها وخوه بالمركوب، مره كنمشي غير بوحدي وكيعاونوني ثاني الناس لداخل طال الموظف اللي كثرهم خيرهم تما كيعاوني في الكفاف كيدخلوا معايا. ولكن يا ولدي النهار خرجت من خرجت اللي بكاتني اكثر اللي خرجت من البلوك وانا كنسمع فيه كيعيط له كيقول لك امي امي التليفون شاده غير جارتي كتعاود لي جارتي، وانا كنسمع ذاك الصوت يا ولدي كيطلع لي بحال تقول طالع من القاع ديال البير بعيد وانا باقا مبنجه باقا. يقول لك امي الا متي امي راه ما عندي حد غاصيدي ربي وانت يا امي راه غنقتل راسي في الحبس، راه امي غنقتل راسي. قلت له ولدي ماش غتقتل راسك حتى فقت وبديت كندوي معاه. قال لك امي هاشنو هاشنو. قلت له ولدي ما عندكش قتل كاين صيدي ربي الحبيب كاين منهم واللي قريب ليها كطاريه زعما وكان كيمشي لعندهم كاع الدار وهادي هي هشام قروش. وعمر هشام ماز تليفون وعيط ليا ولا قال ليا كيفين هشام كيدار ولا لاباس عليه. عطى لا عطاني هشام التليفون ديالو وانا عيط ليه ماشي مره ماشي جوج، عيط ليه ماشي مره ماشي جوج، وعاود يصوني عليه هشام. قال لك واش قال لك هشام؟ قلت له ولدي راه التليفون ديالو كاع ما كيجاوبني كاع، راه كيصوني التليفون حتى يطفى. هي هذيك ولدي صونيت عطاني التليفون ديال الشيفور ديالو الجلالي، عيط للجلالي هذا الشيفور ديال قروش، عيط ليه قلت ليها سي جلالي لاباس ولدي كيدار لاباس عليك فين وليداتك لاباس؟ سولني هو لقيت فيه الصواب ما فضلته من وجهك والله الا صوني حتى انا خديجه بنت هشام. قال لي فين خديجه لاباس عليها فين هشام كيدار؟ قلت ليها ولدي لاباس الحمد لله، انا راه بغيت غير نهضر مع هشام غير شوف زعما هو دابا راه ديك الساعه باقي في الشري ديالو ودي ما كيستقبلو سيدنا زعما غير يدير شي برا زعما ويعطيها لسيدنا هي وصلها هو قريب لسيدنا يعاوني في هاد المحاين هادو راه حنا بغينا فيها الخير هاد الشيء اللي بغيت. كيقول لك واخا غنقولها ليه. وعلى ولدي ما وصلوا الخبر؟ وراه وصلوا الخبر غيكون قالها لي الشيفور ديالو غيقول لي راه عيطات الوالده ديال هشام بوعويش ولكن يجاوبني يقول لك ومخلي ومشيت لعندو طال الدار عندي الخبر راه في الدار هنا في الرباط ومشيت ولدي عنده طلعت انا وبنتي ديك الساعه جات بنتي نتحدى من النرويج وطلعت انا وياها ومشينا لعندهم طال الدار. هذاك النهار كان غادي يجي للدار هو يعيط لخطو في التليفون قال لي حقه راه حقه عندي شي صحافه غيستقبلوني في واحد البلاصه جيبي لي حوايجي. خرجت خطو الحوايج داتهم ليه بدينا قلنا زعما خليوه خا نتعطلو شويه ماشي مشكل غادي يجي. تسنينا ولدي حتى عينا ملي لقينا مرات عم الوالده ديالو كتعاود لينا كتعاود تبكي قالت لي يا بنتي نوضي امي نوضي هذا ما عنده ما يقضي لك هشام عنده ما يقضي لك كون غيقضي لك راه في خبارو كل شيء هو يعيط لك في التليفون راه عنده التليفون ديالك وعنده ديال هشام. قلت
عندكش؟ لا لا بلاتي، جاي عندي واحد الولد من يموزار، سعيد البريوي. سعيد البريوي الله يرضي عليه، الله يكثر خيره. جاي عندي ماشي مره ماشي جوج، ما نحس مسكين توا بالطول توقف عليها كان بحال وجهكم. وجماع واحد المره ملي كان فاس هشام، جميع كلهم الدراري ديال الجري، قال لهم والله، قال لهم حتى تمشيو قال لهم عند بوعويش، قال لهم الله ينعلي غينسى الخير ديال بوعويش. نسيتوا هشام اللي قال كان كيدير لكم العرضه هنا في العروبيه وكيجمعكم هنايا؟ ها نسيتوه؟ كان كيكبر بيكم، ودابا اللي بغيتكم تبانوا تمشيو تفوجوا عليه. عيط لي ذاك النهار ولدي هشام التليفون، قال لك ما تصوريش كل اللي جا عندي، وفرح فرح فرح وفرحني حتى انا. قال لك جاوا عندي الدراري الجري كلهم، جابهم سعيد البريوي، قلت له الله يكثر خيره. ايوا من ديك الساعه يا ولدي عمر شي واحد مشى عنده صحابه، لحقاش اللي مشى عنده راه كيقول لكم جا عندي فلان وجا عندي فلان. دابا كاينين الناس دابا صحابو تاني غير هنا اللي غا زعما غا الدراري اللي خدامين كموظفين بحال وجهك كيجيو لعندي وكيمشيو معايا، ولكن ما كيخليهمش يدخلوا يزوروا. مشى معايا السيد مسكين من هنايا ولد الخميسات، وصلنا للتلال ما خلاوش يدخل. دابا راه عنده شي خدمه تاني في الناظور. انا دخلت للزياره هو بقى مسكين برا. قال لك هشام امي شكون اللي جا معاك؟ قلت له جيت يا ولدي انا وصيدي ربي، ولكن جا معايا عبد الله البداوي، راه ما خلاوش يدخل. انا هكا كندوي معاه، هو تلاقى مع شي واحد من دوك الموظفين ولد الخميسات، تعرف به هو، درت هكا ونلقاه موري عاد عجبني الحال دخل. هذاك فرحني ولدي، ملي كيدخلوا عند ولدي كنفرحه ولدي، ما بغيت منهم ولدي حتى حاجه، الله يكثر خيرهم، ما بغيت لا فلوس لا والو، بغيت ما ولدي يجوا غير بوجهو، غير بوجههم غير يفاجئوا عليه شويه، غير يفوجوا عليه، يحس حتى هو ماشي بوحده. انا ملي دوز 18 عام لا اله الا الله وحمد رسول الله ربي، ما سهلاش يا ولدي. نطلبوا ربي يا ولدي، نطلبوا ربي يا ولدي، نطلبوا ربي يا ولدي، ما خرجت ما كرهت يا ولدي. امين يا ولدي، امين يا ولدي، طول عمرك يا ولدي. تنتا ما كرهت يا ولدي، بقى لي غير شهر كاع يخرج، ما كرهت يا ولدي حتى هاد عامين، راه فيها ولدي بزاف عامين. امين يا ولدي، راه بحال غندوزني 18 عام اخرى ثاني، حيت راه عييت، بقى عندي الجهد، بقات عندي الخاطر، وليت نفكر غير فيه. نمشي في الطريق راه كنبكي، نمشي حتى للجامع كنقول للناس اللي كيصليو في الجامع كنقول لهم دعيو معايا. زوك فوفكم راه عندي الولد، شنو دعيو معايا لهذا الولد يخرج اللي مشى غير في الباطل مظلوم. مشى ما عمر نضف شي حاجه خايبه، ما عمر دابز معايا حد هنا في الخميسة. قليل قلتي مشيتي عنده وحلفتي بالله. اه لا ك لا ايه، ملي مشيت لعندو السلا في الزاكي، ايه مشيت لعندو السلا في الزاكي. دابا في ديك الزياره اللي من مور فاش تحاكم، لا جا ولدي دابا غير بيني وبينك وصدي ربي هو اللي شاهد فوق منا. قول لي ولدي واش مكتب عليك هذا الروحه ولدي قتلتي؟ واش حضرتي مع هاد الناس؟ قال لك امي حق البزوله. ودابا هاد الهضره نتقلد بها انا ولدي، هكا قال لي ولدي، قال لي حق البزوله امي، انا ما قتلت. انا امي راه مشيت غا في الباطل. انا امي راه هادشي ما عمرت هادشي معروف ليا. قلت له ولدي انا عارفك، راه ربيتك على يدي وكبرتي مع خوتك وكلشي، عمرني انا عمر شي واحد هنا في المغرب ما هز عليك شي حاجه خايبه. ولكن هاد القضيه ديال الروحه ولدي جات قاصحه، ما نبغي واحد حتى لشي واحد. هكا حلف ليا ولدي، قال لك امي حق البزوله، قال لك امي انا ما قتلت غير الباطل، رموه عليا دوك الناس. وانا قال كنصلي دابا، قال كنصلي، قال لك كنوض، قال لك الفجر كنصلي وكنقول الله وعسى دوك الناس يتلاقاو فيا الله ويقولوا هشام راه ما كاينش معانا. والله العظيم ولدي لهاد الهضره اللي قال لي ولدي، قال كنطلب سيدي ربي هادوك الناس الا عندهم شي ضمير يتلاقاو فيا الله ويقولوا راه هشام ما كاينش معانا. كنطلب سيدنا ولدي يشوف من حالتي، كنطلب من سيدنا يشوف حالتي، راه 18 عام ما ساهلاش. كنطلب من سيدنا الله يجازيه بخير والله يشافيه حتى هو، والله يطول ليه العمر ويخليه لينا، مالك الفقراء الله يصلح ليه وليداته. وعنده خديجه، وانت انا سميت بنت هشام خديجه على بنته. كنطلب من سيدنا يشوف من حالتي وحال ذاك الولد الشاب اللي ضيع حياته، دازت ضاعت في السجن، دخل بشعره كحل حتى ولا بيض، راه هشام شاب، راه هشام طاب. راه كنطلب من سيدنا يشوف من حالتي، راني مريضه ماشي باقا صغيره، راني مريضه، راني ركابي عندي القروش ديال العظم، راه ما كنقدرش، ربي اللي عالم عليه ما نقدرش نتمشى به بزاف، ما نقدرش نجلس في شي حاجه حاضره ونوض غيا، ما نقدرش. عندي المراره فتحت عليها وطالعه في 70 عام، طالعه في 70 عام وانا مازال كنتقاتل مع هشام. دابا اللي قال لي هو ملي كان في تولي قال لك بقات ليه العام، ولكن ولدي راه فات العام، فات العام. دابا حنا طالعين في عامين، ما نعرف ولدي
وكانت البسيطه ربي الحبر سيدنا كيجيه دابا كيصيفط ليه دابا العفو كيجيه في عيد العرش. وكانت البسيطه ربي شوف من حالتنا يا سيدنا كنطلبك الله يطولك العمر والله يخليك لينا ديما وانت تاج فوق راسنا الله يطولك العمر ويسخر لك وليدك. شوف من حالتي راني عييت راه 18 عام سهله وغيب وحدي كنتقاتل مع هذا الولد وهو ضاعت حياته بغيت يخرج راه باقى ليه بنته خديجه محتاجه ليه ما عندها حتى هي وهي اللي كتسناه. وكانت البسيطه ربي الحبيب يطلق سراح كاع السجناء كاع اللي كان شي محنه بحالي الله يطلق سراحه سراح المسلمين جميعا. هذا الشيء اللي كنطلبوا لسيدي ربي الحبيب وشكرا سيدنا والله يطول لك العمر. انا التحدي دابا بنتي كتقول كاجي امي يمكن بغيت نمشي عندها ما حد هشام باقي في السجن ما نقدرش نمشي لشي بلاصه هكا ولا هكا بغيت نمشي. قلت لها خرج هشام نمشي غير القبر ديال امي راه في زاكوري مدفونه شي بعدا غير نزورها راه مشاو خواتاتي كلهم اختي جات من فرنسا ومشاو قلت لهم ما نمشيش ولكني عندي الهم ديال هشام ما نقدرش نخليه كتوصل الزياره ضروري كحاضي اللي دخلت لي الورقه الزياره بقى هو كيتسنى ما دخلت ليهش راه يبقى فيه الحال ما نقدرش نخليه ضروري ندخل ندير اللي قسم الله ونمشي نطلع عليه ونفوج عليه شويه ونجيب حالتي. امينه ولدي وكنشكر كاع اللي ساندني في هشام كاع اللي عاوني في هشام الله يجازيهم بخير كاع اللي عاوني في هشام وقف معايا في هذه المحنه عمر الخير ديالهم ما ننساه الله يرزق لهم صحتهم وطول العمر ويصلح لهم وليداتهم الله يستر لهم وليداتهم والله يكثر خيرهم وكنشكرهم اولدي كنشكرهم واخا نقدر نشكر ما غنرد هذا الخير ديالكم وديال هاد الناس اللي وقفوا معايا كلهم كل موقف مع هشام ودار الفيديو ديال هشام وطلب على هشام الله يجازيهم بخير الله يكثر خيركم اولدي وخير هاد الناس كلهم اللي واقفين مع هشام في هاد الحزه هادي راه ما ساهلاش. انا الشيء اللي بغيت هادشي اللي بغيت من خوتنا المسلمين وصحابو الدراري دشري بغيتهم كلهم يعاونوه في هاد المحنه راه ما ساهلاش وما سهله 18 عام. كانت المراه كتمشي عند ولدها كتقول لك عنده 6 شهور عنده العام ولا عامين راه تقهرت اللي نقول ما 18 عام كيقول لك الله يرزق لك العوين باقى هكا قلت لهم انا باقى الحمد لله ربي عوين سيدي ربي معاوني والصبر ديالي معاوني سيدي ربي الحبيب كثر خيره والله يكثر خير سيدنا راه سيدنا راه ماشي نسانش ما نسانش راه صيفط عندي البوليس دابا تفكرت صيفط عند البوليس اللي خدامي عنده في القصر باقي راجلي في الحياه جاوا لعندنا هنا للدار موقف معنا الله يكثر خيره راه راه هشام في باله وعارف القصه ديال هشام وعارف هشام مظلوم اولدي راه مظلوم هشام كون غايدير شي حاجه قال لك امي انا ما ندخلش للتيران قال لك نجري قال لك حتى كطرت قريه ديالي عاد باش نشدوك الفلوس قال لك نخرجت انا قال لك نمشي فواحد الطريق الخايبه قال لك ولكن لا عنده نفسه حاره ملي كان صغير هو باقي كيقرا في المدرسه كيمشي مره يخدم في الفران مره يخدم هكا مره يخدم هكا ما يقدرش يجلس يدور وهذا هو الحياه ديال هشام. وكنطلبوا سيدي ربي ومن سيدنا يشوف من حالتي راني عييت ما بقى ليا الجهد لا ديال تمارة ورا العوين راه معاوناني بنته باللي قسم الله راه كتصيفط لي حدا والله يغطيها برضه وفرشها برضه لا هي راجلها كلهم كيصيفطوا لي كيعاونوني ويعاون المسلمين جميعا ويسهل على كل مسلم والله يطلق سراح كل مسجون. وشكرا سيدي والله يكثر خيركم وكنشكر كاع الناس اللي عاونوا هشام كنشكرهم مره اخرى عاوتاني الله يطول لهم العمر. وهذا الشيء اللي بغيته ولدي.